الشتاء بمنطقة سليمانية إقليم بركان. الله يبارك. شو الشتاء تبارك الله كرهها الدير ومع الرمان معلق. الله يبارك. البرتقال راه ما بقالوش بزاف يوجد. البرتقال البركاني والريحة ديال التراب بارك الله. السلام عليكم الاخوان الاخوات، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. الان احنا كنتواجدوا بمدينه بركان، بالضبط بمنطقه سليمانيه. كما راكم تشوفوا معنا اجواء ماطره، اللهم بارك. توحشنا هذه الاجواء هذا. ربي كرمنا بالشتاء في هذا الصباح، راه واحد نص ساعه قبل الفجر ولا 20 دقيقه قبل اللي بدات الشتاء توقفت ولا تعاود ديمارات. الاجواء اللي راح نشوفوها دوك هنايا كما راكم تشوفوا اجواء ماطره 100%. خليكم على باقي هذا الفيديو وتشوفوا هاد الاجواء ديال المطر اللي توحشناها الصراحه. الله يبارك الاخوان، شتي وتبارك الله، حتى الببوش راه خرج. هاهو الببوش راه خرج، كيثبت عليه الشتا. هاهو الببوش خرج. وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الببوش وخرج من خرج من سبت الشتاء. الله يبارك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شاش الشتاء وتبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. هكذا الله يرحمنا والله يعطينا الشتاء على قد النفع. والله الا توحشنا هاد، كانت غير الغبره والعجاج التراب. الحمد لله ربي كرمنا بعدا يمشي هذاك العجاج وداك الغبره. الوقيته ديال الرمان درك، شو الشتا تبارك الله كرهها الدير ومع الرمان معلق. الله يبارك. ما شاء الله، اللهم اكرمنا يا رب. هذه هي منطقة سليمانية، منطقة في البادية ديال مدينة بركان، بعيدة واحد 6 كيلومتر على مدينة بركان المدينة. منطقة معروفة بالبرتقال، فاكهة البرتقال التشين. الله 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 يا ربي الله. ما شاء الله، شو الببو شو الببو شو شو الببو شو الببو شو قاع خرج. الله يبارك الله يبارك. شو الببوش خرج، ثبت عليه الشتا كان صايم. قاع الببوش اللي كان صايم راه خرج يفطر. الله يبارك. القلتات مدة ما شفناهم، وحشناهم. ياي يا النشاط. الله يبارك. الريحة ديال التراب تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. ها الخيرات. البرتقال راه ما بقالوش بزاف يوجد. البرتقال البركاني رغم الجفاف الشتا ما كاينش، ولكن التشين راه يعني الفلاحة عانوا بزاف هاد العام هذا، خصوصا الفلاحة الصغار. لحقاش الماء ما كاينش، كاين اللي ما عندوش الحاسي، كاين المعاناة في التيه، ولكن الأغلبية راه سلكوا شوية المنتوج. واخا ما كانش الكاليبر كما نقول، ما كانش الحب الغليظ، ولكن الحمد لله طلبوا ربي يرحمنا وما يبقاش الجفاف ويتعمر السواقي. الله يبارك ما شاء الله. اي بارك الله ما شاء الله. الشتاء تبارك الله. يا الخير بارك الله ما شاء الله. والله الا حتى حنا درنا بحال الببوش. هاي صبت الشتا وخرجنا انا نورمالمون نبغي نتمشى فيها هكاك بلاد الله، لا غير عندي التليفون التليفون هو اللي راه دايرنا هاد الضلال هادي، ما نتمشى فيها. تبارك الله ما شاء الله. القلاتي ها القلاتي ها
وجعلنا من الماء كل شيء حي. اللهم بارك، اللهم بارك. كل شيء طالع للشتاء، كما تكون الشتاء ما كاين والو. الله يرحمنا وصافي، ربي يرحمنا. اخرج درك بالدار، بغيت نطلع للمدينه، وقبضتني واحد الشتيوه بالخرجه بالباب. والله الا واحد الشتيوه تبارك الله ما نهضروش عليه، الشتيوه ديال بصح. شوف الشتا، الله يبارك، الشتا تبارك الله ديال بصح. الله يرحمنا وصافي، شوفوا الخير تبارك الله. شوف خرجت بالدار بغيت نطلع للمدينه، والله الا قبضتني في الطريق. اي خرجت بالباب وبلعت الباب مورايا هويا تكون ماسي. شوف الشتا بمنطقة سليمانية إقليم بركان. الله يبارك، الله يرحمنا، اللهم بارك وزيد في ذلك، تبارك الله ما شاء الله. أخرج دركي بالدار شدتني عايش. الله يبارك، الله يبارك. كده الله 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 الله، تليفوني يتنفخ ما انت. الله يرحمنا وصافي، ربي يرحمنا. الموبيلات كنت نفخت، تلاقيت حتى فين تجلس، ما عنديش حتى شي كلينيك تما مسح بيه الكرسي. شتي تبارك الله، شوف دوك راه خفافت واحد شوية. الله يبارك. بهذا الاخوان نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، حاولت نبارطاجي معكم هذا الاجواء ديال الصباح، كرسي منافخ درك. يا اخوتي مع السلامة. شوف الشتا تبارك الله كي راها دير، ومع الرمان معلق. الله يبارك، الشتا بمنطقة سليمانية إقليم بركان. الله يبارك، البرتقال راه مبقالوش بزاف يوجد، البرتقال البركاني.